والله مشاهدي متابعي برنامج عافيه لهذا اليوم راح يكون في عندي كباب السمك نعم كباب السمك كباب سمك الهامور لهذا اليوم نوع السمك راح استخدمه اللي هو الهامور الناس الصعله فيليه السمك ما اعرف ليش بس هو اسمه هامور هامور سمشي هذا اليوم او في فيليه لانه هو ارد مسحب اكو البعض ايضا يسميه سمك مسحب عيني هذا هو السمك الهامور الفيليه المسحب اللي اليوم راح اسوي كباب راح اسوي كباب بطريقه بسيطه كلش هواي كباب السمك حاله حال كباب الدجاج حاله حال كباب اللحم اللي يحب انه يسويه أه البعض يسويه لانه مثلا ده يتبع حميه معينه الاكل الصحي هنا أنا مهم جدا ذلك اكو كباب يسووه على شكل مكعبات ويصفطوه بالشيش يسمى الكباب الكباب اللي هو هذا ترى شيش كباب كفته أه الكفته تصير كباب اللي هي طبعا اكيد اللي تصير ناعمه كلش هوايه اللي هي مثرومه ناعم لكن الاتراك يسمون حتى التكه اللي عندنا تكه يسموه شيش كباب لكن اليوم انا راح اسوي مثروم طبعا راح اثرمه خشن ممكن ناعم راح يكون اكيد حسب الرغبه بعدين اخلي له شويه بهارات، بهارات راح اخليها سماك بابريكا وايضا بهاراتي طبعا بهاراتي راح تكون موجوده بالاضافه الى فستق حلبي ايضا راح اخليه شويه فستق حلبي بقصم شيء طبيعي حتى تلزم عندك الكباب ويلزم عندك الكباب وبعدين اشويه او ممكن انه اقليه هذا الحلوي انه يعني ممكن أه يصير مشوي وممكن انه يتقلى لذلك هذا الحلو بالكباب الكباب بصوره عامه يعني مو بس هذا كباب السمك كباب الدجاج كباب اللحم ممكن انه اني مو اشويه ممكن انه انا قلي طبيعي اليوم الطريقه راح تكون كلش حلوه وايضا لذيذه المكونات البسيطه جدا استخدم كيلو كامل من سمك الهامور راح استملي استخدم لي عفوا باقه واحده من المعدنوس راح استخدم لي فد جوز نص حبه من الطماطم نص حبه من البصل ايضا وراح يكون في عندي فستق حلبي خاشوقه وخاشقتين ثوم شي طبيعي مهم بهذا الاكل راح استخدم هنا الصين ثوم بالاضافه الى البهارات راح اخلي لها شويه من السماك وايضا البابريكا وبهاراتي اللي هي عباره عن برتقال او قشر برتقال يكون مطحون مع فلفل اسود مع بصل مطحون مع جزر مطحون نعم مع ايضا ثوم مطحون هذه البهارات تكون مشكله عادي جدا ممكن استخدمها ممكن ما استخدمها خلينا نبلش بهذا الاكله باول شغله هنا انه شلون اثرمه للسمك شلون اثرمه ناعم يكون مع فستق حلبي ويانا راح يكون عندك ايضا استخدام طماطه واستخدام ايضا شويه من البصل راح استخدم ويا البهارات بعد ما اضيف هذه المكونات كلها مع بعض البعض بالاخير اطلع بطعم ونكهه خرافيه للكباب ارجع واقول ممكن اذا حبيتوا انه تقلوه او ممكن تشوه بس خلينا نبلش هنا أنا بصنع النكهه بصنع النكهه يا برنس عباره عن سمك هاموري خبل راح يكون بسيط وايضا سهل وسريع وهامورك يا هامور وهامورك يا هامور اول شغله اجيب قطع الهامور الجميله هذه اقطعها بهذا الشكل يا سلام سلم شلون قطعه تخبل هاي شلون قطعه تخبل اخليها هنا حضرولكم لكم شوايه ان شاء الله المستقبل نجيب اجيب لي شوايه بعد وياي هنا أنا. حتى نشتغل على الفحم بعد كله على الفحم كله على حطب اجيب هذه هم راح استخدم اول شيء أقطعها بهالطريقه هذه وراح اجيب الثوم ادق الثوم بهذا الشكل هسه ايش راح اسوي؟ راح اضيف شويه ملح على الثوم وبعدين ابلش اقطع بهذا الشكل راح اظل اقطع به لحد ما اسوي مهروس اسوي هريسه مال السمك <applause> واخلطه كل مع البصل والثوم والطماطه والمعدنوس <applause> والفستق الحلبي بس بالبدايه راح اقطع اول شيء بهذا الشكل وبعدين <applause> راح ابلش اخلي الطماطم الطماطه والفستق الحلبي بعد ما قطعته هسه شنو اول شغلتين عندك هنا بالسمك شنو كان عندي عندي الثوم راح اخذ طماطم مقشره راح اخذ بصل مقشر لا بصل عادي بلش الطماطم؟ ويا ويا السمك عدلوا قبل ويا السمك راح يطلع هذا؟ راح يطلع يخبل بعد ما اضيف هذه المكونات كلها مع بعض البعض طبعا معدنوس شوية معدنوس وفستق حلبي بعد شوية فستق حلبي وهسه نبلش راح ابلش اخلط المكونات كلها مع بعض البعض اثرمهم كلهم مع بعض البعض لحد ما يصير عندك مزيج مهم جدا من البصل والثوم طماطه فستق حلبي معدنوس ويا سلام سلم راح اظل اثرم بيهم لحد ما يصير عندك الموضوع الا خرافي بعد الفستق الحلبي اول شي بلش شنو بلش ياخذ اللاين بلش اقطعهم بهذا الشكل وابلش اقطعهم بهذه الصوره لحال ما يصير عندك الكباب جاهز. ويا سلام سلم يا برنس، شلون تقدرون تسوون كباب؟ ترى الموضوع اللي عندك عندك اللحم نفس الموضوع، اذا أردتوا تسووا كباب سمك او كباب لحم او حتى كباب دجاج. بلشون تقطعوه بهذا الشكل حتى شنو المكونات تصير تمام التمام. بعد ما اشوف انه صار عندي بهذا الشكل شو راح اسوي هسه اني؟ سماك بابريكا ملح ملحني يا عيني ملحني بهاراتك يا خلدون بهاراتك طبعا طبعا بهاراتك بعد ما خليت كل هذه المكونات مع بعضها البعض ارجع اخلطهم سويه لحد ما يصير عندك عجينه السمك جاهزه واذا شفتوها بيها مي لازم نخلي لها شويه بقصم حتى تلزم عندي ما تتفلش شوف 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 شلون صارت شوف شلون صارت من يصدق هذا كباب سمك احنا كباب السمك يخلي في استقحاله. وتخيل الموضوع وتخيل شوف شوف شلون صارت مع البهارات مع المكونات اللي تخبل اللي خليتها صار عندك الموضوع خرافي شوف 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 شوف, شوف يا برنس ورا شو راح اسوي هنا راح اخلي له البقسم دلعها بالبقسم دلعها بالبقسم بعد ما خليت البقسم ارجع مره ثانيه اخلطهم وارجع هم اترمهم هذا الكباب نفس طريقة كباب الساطور اشوفوا شو شلون كبيرة نفس الطريقة مالت الكباب الساطور اظل اسويهم بهذا الشكل لحد ما يصير عندك فلة شوفوا شلون صارت فلة اظل اقطع به مشاهدينا لحد ما اشوف انه صار عندك فول ناعم تمام الحلو بيه انه شلون ما يصير يصير شوف شلون ما تيجي شكله الشكل شوف هنا راح يكون عندك بهذا الشكل الجميل، بعد ما يكون عندك بهذا الشكل الجميل خلاص صار عندك جاهز. يا سلام سلم يا سلام سلم، أجي إلى ال, 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 ال. الشيء اللي أنا أحبه اللي هو نبلش نشيش، نخلي هنا أنا شوية زيت الزيتون أضيف حسب الرغبة ممكن نخليه شوية دهن مو كل شوية. وأنا شو راح أسوي؟ راح أبلش آخذ قطع صغيرة من هذه. زين وابلش اسويها على شكل الكباب اللي هو كباب عروق آه كباب سمك تكون عندك القطعه بهذا الشكل وخشب استخدم تمام ما استخدم الشيش العادي ممكن اذا موجود عندك الشيش العادي راح يكون اكيد حسب الرغبه استخدم الخشب هنا أنا. هاي صارت تخبل بهذا الشكل خليها وين خليها بالزيت فاحسن شيء اجيب لي مي شوي اخليه مي يمي يعني مثل الكباب العادي نفس الكباب يتخلاله شويه مي وحتى على راحتنا هنا نصب شويه المي حلوين تمام خلص هسه انا اشيش على راحتي. انا راح ابلش اخذ وابلش اخلي القطعه هنا بهذا الشكل كل ما أه سويتوها طبيعيه ممكن انه انا استخدم مثل ما قلت استخدم الشياشه هذه او ممكن استخدم الشياشه الثانيه اللي هي شاشه الكباب العاديه اسدها من الطرف مالتها واسدها من الطرف مالتها وممكن اشتغلها بهذا الشكل بعدين اقولها باي باي نبلش شغل النار هنا ايش قد راح اتركها على النار اتركها لمده تقريبا يعني يحتاج لها اه تقريبا يعني تقريبا 15 دقيقه لانه سمك يعني ممكن شوي ممكن او ممكن تقراه مثل ما انا راح اسوي اجي هنا أنا اوزعه بهذا الشكل وبعدين اسوي بهذا الشكل يا سلام يا سلام باي باي شويه بيدك تخلون المي ونفس الكباب العادي تخليه بهذا الشكل وبعدين على راحتك تشكلها الكباب بهذا الشكل وبعدين بهذه الصورة وين تروح هاي باي باي هنا تعال شوف هنا تعال شوف 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 شوف, شوف. شوف شلون صار يخبل 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 مقاديره طريقة تحضيره كلش بسيطة شوية مي بالايد طبعا الخشب اللي عندك هنا هم لازم انه شوية انه لازم تنقعه بشوية مي تمام هذا من نفس الموضوع أضيفه بهذا الشكل يلزم شيش كباب كامل نقول له باي باي ورا ناخذ واحد ثاني نفس الموضوع هذا كباب سمك يخبل وخ... واستخدمنا هنا الهامور يعني سمك الهامور يخبل وراها نفس الموضوع هم سوي بهذا الشكل وبعدين سوي مثل كفتة بهذا الصورة ويا سلام سلم نرى حق مشاهدين اللي حبا لمدة تقريبا 20 دقيقة بعد العشرين دقيقة يطلع عندنا كباب سمك لهذا اليوم اللي يخبل اكيد رجعنا مشاهدينا بعد ما استوى عندي كل الكباب شوفوا هنا القطعه شود حلوه وجد لطيفه قد بسيطه تخيل هذه تكون عندك كباب سمك اللي سويته اكيد بطريقه كلش حلوه انا شو راح اسوي هنا ما راح نخلي احنا بالعاده الخبز لا راح ابلش اخلي قطع الكاهي هذه بدل الخبز هنا وممكن تخلون خبز اذا حبيتوا بعد ما اضيف هذه القطع الجميله بهذا الشكل راح ادلعهم بشويه معدنوس بالاطراف يا سلم سلم تمام هيك تمام عيني تمام بعدين على راحتي اجي ابلش اخلي القطع الجميله جدا هذا مثل ما قلت مشاهدين الاحبه ممكن تخلون هنا أنا شويه من الكاهي آه بدل الخبز أنا خليت عجينه كاهي شويتها بالفرن وصارت عندي بهذا الشكل الجميل حتى لا يدركنا الوقت نبلش هنا أنا. طبعا الطماطه والبصل ايضاً شويتهم حتى اقدر اقدمهم اياه اجي هنا ايضاً اخلي شوية معدنوس بالطبق بهذا الشكل بعدين ابلش قطع السمك الجميلة هذه الحلوة اللي كانت سهلة جداً وبسيطة وسريعة والاهم من هذا كلش طيبة كلش طيبة كبار سمك نوع من الاطباق راح تكون جدا بسيطه سهله وسريعه كلش بسيطه اصلا خلونا هنا شويه البصل بهذا الشكل اريدكم تدلعوا ها بالطماطم المشويه تخلوها بهذا الشكل واريدك تونس لي شويه ليمون تخلوها بهذه الصوره ويكون عندك الطبق جاهز للتقديم اكيد ولا اروع من عنده مقاديره كانت جدا سهلة بسيطة دائما أقول اللي ما يلحق ويشوف المقادير ممكن يشوفون هذه المقادير أكيد على اليوتيوب لأنه طبق هذا يخبل شوف 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 القطعة شوف هذه شوف هذه شوف هذه شوف شوفه شوفها شوفها كابتن يا سلام يا سلام سلم تخبل تخبل تجون آخر شيء نأخذ حبة الكاهي هذه وأخليها على الوجه بهذا الشكل و1550 عافية مم. مم. طعم الفستق الحلبي متاتا طعم كلش طيب ما راح تحسون بطعم سمك نهائيا من هذه الاكله عندي طبخه ثانيه لهذا اليوم راح يكون عندي نوع من الاكلات الخفيفه السهله البسيطه السريعه وايضا صحيه قبل السريعة السريع واكيد راجعين مع الف عافيه لهذا اليوم قبل الفاصل كانت عندنا سمك لهذا اليوم بس كباب سمك راح اجي ابلش بالسلطه الموسميه لهذا اليوم راح تكون من طماطه وخيار لكن شنو اللي راح اضيفه ويا طماطه وخيار حتى يكون طيبين حلوين ومعزعزين عباره عن اناناس نعم بيض مسلوق افوكادو بالاضافه الى فلفل اسود وراح يكون في عندي استخدام هنا شويه من الخل حتى اسوي صلصه الافوكادو مع صفار البيض وايضا هنا راح يكون في عندي تقديم كل من الخيار والطماطم العادية جدا مع هذا الأكل أو مع هاي الأكلة، أول شغلة أسويها هنا هو أنه أحمص الأناناس و طعم هناك كلش طيب هنا أنا أبلش أقطع الطماطم والخيار ناعم تمام؟ حتى يكون عندك تغلف الصوص كله مع بعض البعض، فأول شيء أسويه هنا أنا راح أخلي الأناناس وأبلش أشويه بهذا الشكل هذه صعوبة مثل الشوي تمام؟ هذه مكسورة ما وابقي شم وحده حتى اشتغل عليها راح اخلي هذه القطع واتركهم هنا على النار نجي نبلش بالاكل هنا أنا اول شغله ابلش اسوي الصوص هذا الصوص راح يكون مكون من خردل شويه خل راح استخدم ايضا ويا شويه من الصفار البيض وبالاضافه الى مكونات بسيطه جدا بس راح اشوفكم شو راح اضيف شنو شنو اول شغله هنا راح اجيب نص حبه افوكادو ما شاء الله ما شاء الله بعد ما اخذها هنا ممكن انه يضاف القطعة هذه راح اخليها بهذا الشكل وما اعرف ليش مباشرة اخليها هنا بما انه انا راح اهرسها فتعال يم هنا وراح اخليها هنا احسن احسن تقريبا نص حبة بس نص حبة كلش كافية تدرون ان هذا فيه فوائد فوائد كلش هواية بعد ما خليت هذا الموضوع هنا هسه ايش راح اسوي راح اجيب بيض طاحه بهذا الشكل شلون الافوكادو اخلي فقط صفار البيض فقط يعني هنا أنا. يا سلام سلم باي باي هنا ايضا راح اخذ هذا الموضوع حلوين ومؤزقزين اخذ هذه واخليها هنا هسه ايش راح اسوي بعد ما ضفت هذه المكونات مع بعض البعض راح اجيب خردل ممكن اخلط وياه شويه مايونيز اذا اردتو راح اخلي هنا أنا خل او ممكن اضيف هنا أنا شويه حامض راح اجيب شويه من البهارات راح اخلي شويه فلفل اسود واخليها شويه من بهاراتي راح تقول البهارات بهاراتك بكل شيء تخلي طبعا لانه هي عباره عن خضروات خضروات مشكله لذلك بكل شيء اخليها هذه بعدها المهم تنشف شوية ها من تنشف تعطيني طعم وأنك كلش طيبة هبلش اسوي الميكس هاي كلها حتى اسوي هاي الصلصة اللي صلصة سلسل... صلصة بسيطة بس كلش طيبة صارت جاهزة صارت جاهزة بلش ناخذ خيار وبلش اقطعهم بحسب الرغبة ممكن تقطعوها مكعبات صغار صغار ممكن مكعبات متوسطة حسب الرغبة تمام قطعوها بهذا الشكل يا سلم سلم وياها طبعا راح استخدم حبة طماطم وياها حلوين ممكن تخلون ان انا بصل احمر اذا حبيتوا تخلون شوية بصل احمر هم تطلع تخبل تخبل تطلع خرافية والبصل الاحمر قطع لي شوية من هذه المكونات وأخلي وياها هنا أنا صوص الخرافي اللي سويته كل ما شويتوها أكثر كل ما كانت أحسن نشوف لي المي من عندها وما لك علاقة بالمواضيع الباقية هذه السلطة الموسمية زلاطة عادية يلا سموها زلاطة زلاطة عادية بس الصوص مالتها يختلف شويه غير شكل اكو شغله نسيتها لازم هسه اخليها وهي راح يكون عندي هنا اضافه شويه من زيت الزيتون طبعا اكيد زيت الزيتون راح يكون مهم جدا هنا في الاكله راح اخذ حبه طماطه حلوين ومقصصين شيء من هذا الموضوع دائما الطماطه لازم تكون قويه تعرفون انه الطماطم اللي تكون رايجه كلش هوايه تستخدم مع الصلصات اكثر شيء اما القويه فمع السلطات تكون فول سعاده قطعهم ايضا بهذا الشكل مثل ما قلت اكو اشياء ممكن تخلوها فلفل اخضر ممكن جزر ممكن زيتون اسود هم ممكن كلش طيب يصير وياها اكو شغله هم لازم أخليه للصلصه هي الليمون الحامض ما خليت مع انه انا خليت هنا أنا آآ شوية آآ لازم اخلي ايضا شوية ليمون راح اخذ حبات الاناناس الجميلة هذه ويا سلام سلم جربوا الاناناس ويا الزلاطة غير تطلع تخبل ايضا اقطعهم بهذا الشكل كافي عاد واي ثرامت واي ثرامت تعبت بعد ما ضفت هذه المكونات كلها مع بعض البعض الاشياء اللي ما احتاجها بعد اشيلها صف المكان ودلعني يا برنس دلعني اجي اشوف الاناناس هذا الشكل اريده اني ناشف ويصير عندك بهذا الشكل هذا الموضوع مهم جدا بهذا تبقى حتى طبقه تكون طيبه ولذيذه اجي اخلي زيت الزيتون ما خليت فتخاشو هيك خاشوكتين زيت الزيتون ونص حبه ليمون فغصنك يا لمون خليها للصوص بعد ما خلت للصوص اخلطني يا عيني اخلطني فاخلط المكونات لحد ما تصير ناعمه كل صارت ناعمه اشيل هذا الحبش كلات منه ومنه لانه ما يقبلون باقيين هنا خاوه ناسين شيء منه اشيل هذول ايضا ما يقبلون بقين هنا أنا. أجيب الصحن يا سلام هذه خلاص صاروا أخذ القطعتين الاثنين حلوين أحلى اثنين أخذهم أخليهم وين أخليهم بهذا الشكل بهذا الصورة وأخلي هذه المكونات مع بعض البعض شو أسوي هنا أنا. تمام تمام سمعت هذا الصوت هذا الصوت راح يكون مهم جدا الصلصه صارت مم. يا سلام سلم قللوا شويه من ال قللوا شويه من شو اسمه من الخردل هاي اللي ما يحب الخردل يعني فممكن شويه تقللوا من الخردل راح اصب شويه الصوص هنا واخلطهم بهذا الشكل مع بعضهم البعض بهالطريقه هذه زلاطه عاديه بس تخبل بعدين صبني يا عيني صبني صبني اغاتي صبني يا سلام يا سلام سلم تخيلوا هاي التركيبه كلها بالاناناس والحبشكلات الحلوه هذه صدقوني راح يكون الطعم والنكهه تخبل ورا اخلي هذه بهذا الشكل هذا المشوية زين أخليها بهذه الصورة وبعدين شوي أكبسها حتى تنزل صح وبعدين أشيل هذه بهذا الشكل تتذكرون هذا الني أبلش أحشيها بهذا الشكل نفس المكونات اللي هي البيض وهاي الأمور كلها أيضاً خليهم بهذه الصوره يا سلام سلم يعني صدق يا سلام سلم خليها ايضا بهذا الشكل اخذ هذه هم اخليها بهذا الشكل وراها يكون عندك طبق اكيد ولا اروع من عنده بمقاديره بتفاصيله بحبش كلاته شوف هنا تخلى هذه بهذا الشكل نقول بسم الله تخبل تخبل بمقاديرها تفاصيلها كل سهله بسيطه وايضا سريعه اتمنى الاكل اليوم عجبتكم واتمنى الحلقه اليوم عجبتكم اشوفكم ان شاء الله على خير باكلات جديده طبقات جديده مني انا شيف خلدون من الف عافيه باي باي